التسديد هيكون من نصيب مين؟ عاشور الادم ايضا موجود وفي العارضه وتترد مره ثانيه، لسه ما زالت الخطوره وجول. جول هدف التعادل، خالد قمر اخيرا بيسجل، اخيرا بيشارك لاول مره في التشكيله الاساسيه، عمل اسيست لكاسونجو امام الداخليه، لكن النهارده عمل الفولو ومستني الهدف ده منذ العوده من الاصابه. خالد قمر بيتالق وبيعمل الفولو، بيستنى على كورته وبيمينه الهدف الثاني في شباك النادي الاهلي هذا الموسم. خالد قمر بصوا التسديده، تسديده قويه من احمد الشيخ تترد، بصوا حاول بشماله لا احد، تقفل الزاويه لف ودار وبيمينه بيحطها على يمين شريف اكرامي. الهدف الاول للاتحاد السكندري، هدف يحل اللقاء، يرجع الاهلي مره ثانيه.